القضايا العامة التي يتابعها الاتحاد لإطلاع الزملاء على تفاصيل هذه الأمور. إضافة إلى ذلك هنالك عنوان أساسي مطروح في هذا المجلس هو المقترحات والآراء حول مستقبل الصحافة الورقية كعنوان مهني. في العناوين الأخرى هنالك طبعا قضايا تتعلق بلجنة الحريات التي أقرت خلال المجلس الماضي متابعة هذا الموضوع. أيضا تم تشكيل وحدة دراسات إعلامية في اتحاد الصحفيين، نستطلع آراء الزملاء حول عمل هذه الوحدة، إضافة إلى التقارير المقدمة من فروع الاتحاد وتقارير المكتب التنفيذي، تقارير صندوق التقاعد، تقارير صندوق التعاون الاجتماعي. والحقيقة في هنالك بعض الميزات التي يقدمها الاتحاد من خلال هذا المجلس أو من أجل أن يتخذ القرار بشأنها لتعم الفائدة على جميع الزملاء الصحفيين. أمور كثيرة يتم مناقشتها أيضا ضمن جسم اتحاد الصحفيين، تتعلق بلجانه المختلفة، تتعلق بالخدمات التي يقدمها للصحفيين والعمل على أن تكون أكثر جودة وأكثر ملائمة لمتطلبات الصحفي، وخاصة في مرحلة التقاعد إذ يحتاج الكثير من الخدمات الطبية والصحية والمعيشية. يأمل الاتحاد أن يرتقي إلى ما متطلبات الصحفيين في ظل الدور الذي يقدمونه الآن، أو حتى بالنسبة للزملاء المتقاعدين للمسيرة التي قدموها ضمن الإعلام السوري والصحافة السورية. أهم نقطة سيناقشها المجلس اليوم هي ما يتعلق بالضمان الصحي للصحفيين وبتنظيم زملائنا العاملين في الإعلام الخاص وخاصة الإعلام الإلكتروني. كما سيكون هناك حيز كبير لمناقشة قضايا حقيقة تتعلق بالبلد، أمور سياسية، أمور اقتصادية، يعني بمعنى أنه الصحافة كما كانت هي نبض الشارع، لذلك العديد من المواضيع ستكون على أجندة هذا الاجتماع. وكلنا في الحقيقة أمل أن يخرج هذا المجلس بقرارات وتوصيات هامة تكون ذات نفع على كل زملائنا الصحفيين والإعلام السوري بشكل عام. هناك تطورات جديدة قد تكون يعني في هذا العام لتطوير مهنة الإعلام ووضع أسس جديدة أيضا لقانون الإعلام الذي يعمل عليه الآن. فمن المفيد جدا أن نحن يعني نتابع هذا التطور من خلال مجموعة من القوانين والقرارات التي تواكب العصر وخاصة في عصر الفضاء الإلكتروني.